السلام عليكم، ازيكم شباب؟ امير كحيلو معاكم. النهارده جايب لكم فيديو جديد من اسعار السيارات في امريكا، والنهارده جايين من توكيل هيونداي. هنشوف النهارده اسعار هيونداي واسعار جينيسيس. اوكي، جينيسيس لسه بتتباع برضو هنا في توكيلات هيونداي في بعض اماكن او في بعض الولايات هنا في امريكا، في توكيلات خاصه لجينيسيس. وطبعا جينيسيس اتكلمنا عليها كتير قبل كده وعملنا عليها فيديوهات، وهي اللكشري براند او النوع الفاخر اللي هيونداي بتصنعه من السيارات. النهاردة هنشوف أسعار الهيونداي العادية والجينيسيس، فيلا نشوف أسعار العربية دي. تعالوا بقى الأول نبدأ من هنا كده، وفرجكوا بس نظرة على المعرض. دي كل السيارات المستخدمة اللي مستعملة يعني، وما عليهاش أسعار للأسف. هنا كمان عندهم توكيل تاني بتاع أكيرا، تمام؟ عندهم أكيرا جميلة جدا، من هواة العربيات الأكيرا. وطبعا الأكيرا هي تصنيع هوندا، ولكن هي النوع اللوكشري براند بتاع هوندا. دي من احلى واجمل العربيات اللي انا بحبها جدا في الاكيرا، اسمها اكيرا تي ال اكس. عربيه جميله جدا، معموله بالاي سباك، بينزل فيها ريمز كبيره وهاي برفورمانس اكتر. دي سعرها مستخدمه ب 46000 دولار للناس اللي هاويه اكيرا. المهم تعالوا نبصوا بقى هنا، زي ما انتم شايفين عندهم انفنتوري كويس جدا بالنسبه للعربيات المستخدمه، تمام؟ اللي شاف طبعا الفيديو بتاعي الاخير بتاع تويوتا، تقريبا ما عندهمش غير 7-8 عربيات زيرو على اللوت كله. هنا عندهم الانترا كتيرة، عندهم توسان وسانتا في، وعندهم شوية عربيات حلوة. هناخد بقى فكرة عنهم كده ونبص على الاسعار. فيلا بينا نبدأ مثلا بالتوسان دي. مثلا دي توسان الشكل الجديد، زي ما انتم شايفين شكلها كده. هنبص عليها من جوه دلوقتي، بس ناخد عليها نظره من ورا نشوف الليمت. دي مش ليمت، لا دي اتش تراك فور ويل درايف او اول ويل درايف، تمام. وده شكلها من جوه. تعالوا بقى نبص على الفئه بتاعتها هنا، لانها بتنزل طبعا بفئات مختلفه عن عندنا في مصر والشرق الاوسط. دي فئة الـ SEL تقريبا، دي تاني فئة All Wheel Drive دفع كلي، سعرها 30000 دولار. ده الـ MSRP برضو اللي قلنا عليه، ده الاستيكر اللي بينزل من الشركة، ممنوع المعرض يغيره. وبرضو ضايفين عليها هنا Adjusted Price، حاطين عليها 2400 دولار، تمام؟ أو 2500، وضايفين عليها هنا Treatment أو حاجة بتتحط على الـ على الدهان هنا على البينت عشان يحافظ على بنت العربيه، بثمنه 1099. يبقى حاطين عليها 3500 دولار اوفر برايس، لان طبعا بيبقوا عاملين في دي مكسب كويس، لان انا طبعا كنت شغال في موضوع العربيات دي وعارف الكلام ده كله. سعر العربيه 33000 دولار. عامه لما تروح تشتري عربيه ممكن تقول لهم انا مش عايز دي، قانونيا ممكن ترفض ان انت تاخد ده، والمعرض ما يقدرش يضغط عليك ان انت تاخد دي او تشتريها. ولكن الادجستد ماركت برايس دي اب تو ذا ديلر شيب، بقى ممكن الديلر شيب يقبلها او يديك ديسكاونت عليها او لا. فزي ما انتم شايفين هم تكنيكلي هنا حاطين عليها 3000، كاميرا تظبط، 3500 دولار او 3600 دولار اوفر برايس. فلسه برضو مكملين في ظاهره الاوفر برايس، مع عشان الانفنتوري لسه مش موجود، او يعني مع قله السيارات في السوق دلوقتي مخليها المعارض تعمل اوفر برايس على بعض العربيات. تعالوا نبصوا على دي، ودي السانتا في الجديدة، تمام؟ نبص عليها من الجنب التاني أحسن. شكلها شارب قوي، عجبني الشبكة بتاعتها من قدام، والديزاين بتاعها مع اللون الأحمر ده جميل. الأول نبص على سعرها، خلينا نبص على سعرها طالما إحنا هنا. سانتا في 2022 آسف، اس اي ال 2500 سي سي اول ويل درايف دفع كلي، بتستهلك او بتمشي 24 مايل في الجالون الواحد، والجالون هو حوالي 3 لتر ونص بنزين. برضو سعرها هنا الام اس ار بي الاول ب 38000 دولار و600. برضو ضايفين عليها زوريك شيلد اللي هو الحمايه اللي على الدهان دي، وده رش بيتحط على الدهان كده، حاجه زي السيراميك سبراي. ودي طبعا حاجات مفيده جدا للدهان، ولكن هم هنا بيتشرجوك فلوس كتيره جدا. هو هنا مثلا ده الجمله بتاعته حوالي 200 دولار، فهم ضايفين عليه مبلغ كبير جدا مكسب. سعر العربيه او الادجستد بقى برايس اللي هو الاوفر برايس، الفلوس اللي ضايفينها على ثمن العربيه زياده 2500،
يبقى كل 3600 دولار اوفر برايس، سعر العربية كل 42,200، يبقى للسانتا في ضايفين عليها 3500 اوفر برايس. بس برضو شكلها من قدام عجبني جدا، الديزاين بتاعها حلو وشارب تمام. في منها اللون ده برضو جميل، ولكن من رأيي ان اللون الاحمر مع الشبكة الكروم دي مديها شكل جميل جدا. ودي بقى من الالوان الجديدة اللي احنا بقينا بنشوفها كتير، الجراي والسان جراي والسان ستورم، الوان كلها جديدة حلوة برضو في اللون ده. دي برضو السانتا في معمولة بالبلاك فرونت بالبلاك جريل او الشبكة، مع هنا رانينج بورد او العتب ده بلاك ريمز. هيونداي يا جماعة الصراحة زبطت الديزاين بتاعها جامد عن السنين اللي فاتت، وابتدت هنا تعمل منافسة جديدة جدا في السوق الامريكي. تعالوا نبص عليها من الناحية التانية عشان العربية التانية دي ناس تبص عليها من الناحية التانية. طبعا انا طالع النهاردة اصور لان الجو برضو دافي، والحمد لله يعني الجو زبط شوية، بقيناش مش تحت الصفر وفي تلج طول الوقت، فالواحد ما بيصدق الصراحة الجو يبقى كويس اطلع اتمشى بره واصور حاجات زي كده، بستمتع بيها اساسا. دي برضو 22، دي فئة الـ XRT الرياضية شوية تمام، 2500 سي سي برضو all wheel drive. سعرها هنا الـ MSRP فين؟ سعرها 36,000 دولار، وضايفين برضو عليها نفس الكلام 3500 دولار او 3600 دولار تقريبا، سعرها يطلع لـ 39,700. 39,700 للسانتا في. تعالوا نكمل ونشوف شوية من التوسان. الاول تعالوا نبص على سانتا كروز، كنت عملت عليها قبل كده ريفيو. اللون ده جميل جدا، انا شفته عليها في كانوا عاملينه في كار شو، بس اول مرة شفته الصراحة على الطبيعة. لون ظريف جدا وتصميمات مستقبلية جدا من هيونداي، جميلة سانتا كروز. سانتا كروز اللي معرفهاش هي بيك اب تراك، عملنا عليها ريفيو كاملة عندي على القناة، اللي حب يتفرج عليها ممكن يخش على القناة يشوفها. طبعا هي بيك اب تراك حاجة يعني كده للرفاهية، مش للناس اللي عايزة تشيل عليها حاجات او سيارة شغل، لانها طبعا صغيرة في الحجم مش كبيرة. هي اكبر من التوسان بحاجات بسيطة جدا في الطول. 22 سانتا كروز اول ويل درايف، فئة الـ SEL، سعرها 30,000 دولار، وحاطين عليها برضو نفس الكلام، لا دي حاطين عليها 4,000 دولار، حاطين عليها 3,000 دولار adjusted market value، وحاطين عليها 1,000 دولار زورك شيلد، يبقى سعرها طالع ل 34,000 دولار. تعالوا بس نبصوا على التوسان بالشكل ده. عجبني اوي الشكل بتاعهم من قدام، الشبكة طبعا دي هنا بتشتغل كمان الـ running daylight، والنور بتاعك الاساسي تحت هنا برضو. هو الجنب ده ما بحبش ابص فيه على العربية. تعالوا نبص الاول عليها ايه من ورا. شكلها من ورا زي ما شايفين، بص على هنا من الجنب، بص هنا من الجنب ده يبان شكل الانتيرير اكتر. تعالوا نبص على سعرها بقى. دي الباليسيد، من السيارات الناجحة جدا في ال فول سايز اس يو في. دي ليميتد اعلى فئة هنا بتنزل لامريكا، سعرها 38,000 دولار تمام، 38,000 دولار، وضايفين عليها 3,500 دولار او 3,600 adjusted market value، يبقى سعرها كام؟ 42,200. 42,000 دولار لفئة الليميتد الهيونداي توسان الجديدة. تعالوا نكمل ونشوف حاجة تانية. تعالوا نبصوا هنا على الهيونداي الفانيو الجديدة. هي مش جديدة قوي، بقالها سنتين دلوقتي في السوق، طلع اواخر 2019، ولكن يعني ما تشوفهاش هنا في السوق الامريكي كتير، ما تشوفهاش على الطرق كتير،
لان هنا عندك طبعا قوية جدا واختيارات كتيرة، ولكن زي ما انتم شايفين هي تعتبر هاتشباك، يعني هاتشباك على كروس اوفر كده، حاجة بين الاتنين، بس عربية حجمها كويس للي محتاج عربية صغيرة ليه مثلا سواء جوه المدينة او محتاج عربية اقتصادية. انا نبص عليها من ورا هنا، وانا اقول عليها هي هاتشباك اكتر من كروس اوفر، لان مثلا لو بصينا على الكونة هنا، الكونة دي كونسيدر ان هي كروس اوفر، دي تعتبر هاتشباك قوي لانها صغيرة في الحجم. يعني تعال نبص عليها هنا، زي ما انتم شايفين طبعا من جوه انتيرير او داخلية اقتصادية جدا. تعال نبص على سعرها كام، بيعجبني الديزاين بتاعها شوية مختلف، يعني دي سعرها الأول بتنزل بموتور 1600 سي سي، نظبط الكاميرا، موتور 1600 سي سي 121 حصان، زي ما قلت لكم سعرها اقتصادية جدا. يعني بتعمل أو بتستهلك بتمشي 31 مايل في الجالون، تمام، وزي ما قلنا الجالون هو 3 لتر ونص. سعرها 23,600، وبرضو ضايفين عليها 2500 اوفر برايس مع الزوريك شيلد. زي ما انتم شايفين نفس الزوريك شيلد اللي هم كانوا حاطينه هناك ب 1100 دولار تقريبا، حاطينه هنا ب 899 دولار. وهي يعني زي ما قلت لكم هي رش بيتحط على العربيه زي السيراميك سبراي كده كويس، وبيحافظ على الدهان بتاع العربيه، بيحافظ على الكلير كود بتاع العربيه، ويخلي اللون بتاعها كويس طول الوقت وبتلمع وكل الكلام ده. ولكن هم هنا بيدفعوك فيه فلوس كتيره لانه يعتبر ضمان كمان. المهم يبقى سعر العربية بعد الأوفر برايس 27,000 دولار، يبقى 27,000 دولار للفانيو الجديدة الصغيرة دي. تعالوا نبصوا على ايه بقى، تعالوا نبصوا على الإلنترا، معشوقة الجماهير في مصر، السيارة الاقتصادية اللي عملتها بتصميم مختلف خالص، كلها تصميم واخد على شكل المثلثات كده. ويعني انا لكن ما نقدرش طبعا نقول عليها وحشه، لان في ناس غاويه وحابه الشكل ده قوي، وهو تصميم مختلف برضو، تصميمه من ورا مش وحش. هنبص عليها من جوه، عندك جوه شاشه كبيره جدا ديجيتال كبيره. تعالوا بقى نشوف دي اي فئة، امال دي اسمنا على نصين كده ليه مش عارف. دي هيونداي الانترا ليميتد، الليميتد زي ما قلنا هي اعلى فئة، بتنزل هنا بموتور 2000 سي سي مش تربو، 4 سلندر، تمام، واستهلاكها للبنزين هو 35 مايل في الجالون، بتمشي 35 مايل في الجالون، موفرة جدا. وعلى هاي واي على الطريق السريع بتعمل 41 مايل في الجالون. المايل هو حوالي كيلو 6 من 10، والجالون اللي هو 3.5 لتر بنزين، تمام. سعرها 27,500 دولار، وبرضو عاملين عليها اوفر برايس 3,600 دولار تقريبا. سعرها بعد الاوفر برايس 31,000 دولار، 31,000 دولار للإلنترا اعلى فئة. تعالوا نبص هنا على الباليسيد 2022، ودي طبعا اس يو في كبيره مش صغيره، وعربيه حققت نجاح كويس جدا لهيونداي هنا في امريكا. عاجبني الجنوب بتاعتها، تصميمها مختلف والانتيرير بتاعها جميل جدا. يعني صراحه هيونداي عملت ديزاين تحفة في العربية دي من جوه، ومن بره برضو يعني ديزاين بتاعها مختلف. دي زي ما انتم شايفين بالاسيد هاتريك، دي سعرها بقى هنا كام، تعالوا نبصوا، سعرها 50,000 دولار، تنزل بموتور هنا 6000 ام سوري 6 سلندر 3800 سي سي، 50,000، وضايفين عليها 6,000 دولار اوفر برايس، 6,000 دولار كتير قوي، لان زي ما قلت لكم ده سعره رخيص خالص،
يعتبروا برضو كله مكسب، وهم حاطين $5,000 adjusted market value، يطلع سعرها لكام؟ ل$56,500 تقريبا، $56,500 وعليها زي ما قلنا $6,000 over price. تعالوا نكمل نشوف حاجة تانية. تعالوا نبص هنا على السوناتا، زي ما انتم شايفين دي لسه واصلة للمعرض، لان هنا المعارض ما بتخليش الورق ده على العربيات والاكياس اللي جوه دي، زي ما انتم شايفين بتتشال كل الحاجات دي من عليهم، وكمان قبل ما العربية تتسلم كل الورق وكل الحاجات انت بتشوفها جوه الاكياس والحاجات اللي بتغلف العربية دي بيشيلوها. امريكان ما عندهمش العقلية زي اللي عندنا اللي هو خلي الحاجات دي شوية عشان تحافظ على العربية، لا، هو هنا لما بيشتريها بتتنظف من كل الورق والاكياس والبلاستيك ده قبل ما تتسلم لصاحبها الجديد. دي فئة الليميتد، اعلى فئة، ناخد عليها نظرة كده من الجنب. طبعا في ناس بتقول لي ما بتفتحش العربيات دي ليه؟ والله يا جماعة هو انا عشان امشي كده وافتح اجيب مفاتيح كل العربيات دي واقعد افتح كل العربيات دي وافرجها للناس من جوه هتاخد وقت طويل جدا، فيعني انا اسهل ان انا اجي ابص عليهم من بره كده وخلاص واديكم فكرة السعر، لان السعر بالنسبة للناس اهم حاجة. تمام، تعالوا نبص على سعرها كام بقى. دي دي 2022، ظبط الكاميرا، اوكي. فئة الليميتد اعلى فئة، بموتور بتنزل بموتور هنا 1500 سي سي تيربو، بيولد 180 حصان، بتستهلك او بتمشي 31 ميل في الجالون. فين بقى ال adjusted market value؟ هنا برضو نفس الكلام، over price $3,394، سعرها يطلع ل $39,000. $39,000 لسوناتا دي حاجة كبيرة قوي، يعني السوناتا مش هنا في امريكا على الاقل تعتبر عربية مش luxury، دي economy car. كنت ممكن ادفع $40,000 دول في لكسس، في اكيرا، في انفينيتي، ولكن مش في هيونداي. ولكن دلوقتي مع الاسعار المرفوعة قوي والاوفر برايس والانفليشن، التضخم رفع العربيات الاقتصادية الاسعار عالية جدا. كمان يا جماعة حاجة من اللي عايزة بس اقولها، ان شايفين عربيات عليها الاوفر برايس او السعر اللي هو زيادة عن سعر المصنع، ده مش معناه ان انت لازم تيجي للمعرض وتشتريها بالسعر ده. اعمل الاول ريسيرش بتاعك وروح لكذا معرض، وما تروحش الاول معرض وتشتري منه على طول، لان ممكن طبعا يبقى لك العربية بسعر غالي. فحتى لو السعر اللي هو حاطه عليها ده، برضو لما تيجي هنا ممكن تفاصل في السعر ده وتاخد ديسكاونت عادي خالص. امريكا فعلا هنا ممكن تروح تشتري مثلا جزمة او تيشيرت او حاجة، الحاجات دي ما فيهاش فصال خالص. الحاجتين اللي فيهم فصال هنا في امريكا هي العربيات، واكتر حاجة الناس يعني بتعمل فيها فصال وتاخد فيها ديسكاونت. فما تروح المعرض حاول انت تاخد ديسكاونت، ما تحاولش ان انت تاخد العربية بسعر ده، وكمان ما تاخدش من اول معرض تروح له، لا، روح لمعرض وثلاثة واربعة لحد ما تلاقي احسن ديل واحسن ديسكاونت تاخده في العربيات. لان لو انت رحت الاول معرض واشتريت منه على طول، يعني I guarantee ان انت هتدفع فلوس كتيرة جدا، ممكن تخسر نفسك $2,000-$3,000 على الفاضي. فانت برضو اعمل الريسيرش بتاعك وما تشتريش من اول مرة على طول. تعالوا بقى نبصوا على الجينيسيس. والجينيسيس ما عندهمش على فكرة هنا ما عندهمش انفنتوري كتير من الجينيسيس، عندهم تقريبا 5-6-7 عربيات جينيسيس بس. تعالوا نبصوا على دي، دي الجي 70 او الجي 80، تعالوا نتاكد عليها كده لو سمحت. لسه واحد جي 70، اوكي. فئه البرستيج دي تقريبا اعلى فئه البرستيج، شكلها من جوه محترم جدا. تمام، تعالوا نبص عليها هنا من الجنب ده. جميلة الصراحة، وكراسيها جميلة جدا، والانتيريور بتاعها محترم. تعالوا نبصوا عليها بقى سعرها كام. الأول بتنزل هنا بموتور 2000 سي سي، بتولد 252 حصان، سعرها $45,000. وبعد الأوفر برايس ضايفين على $3,300، سعرها $49,000، يعني قول $50,000. طبعا لسه هتدفع عليها ضرائب، الضرائب عندي هنا في الولاية اللي احنا فيها دي حوالي 6%.
وبتدفع عليها ورق وحاجات زي كده، واللايسنس بليت اللي هو النمر اللي عليها بتدفع حوالي 400 دولار كمان زي ما انتم شايفين. تعالوا نبص على اللون الجميل قوي ده، تصميماتهم مختلفه، وعشان كده العربيات دي نجحت شويه، لان تحس ان هي لما تشوفها اكزوتيك كارز، يعني تحس ان هي حاجه مثلا ممكن اللي ما بيفهمش في العربيات يشوف العربيه دي يقول دي استون مارتن مثلا، تمام؟ ف ليها شكل مختلف وتصميمات عصريه وحديثه قوي، اديت لها فعلا يعني زي ما تقول اديت لها بوش في الماركت، خلت الماركت يقبلها ويشتريها. زي ما انتم شايفين من ورا شكلها برضو التصميم جميل جدا، مع الشولدر اللي في الجناب اللي مديها الشكل الماسكلر العضلات اللي هي شكلها رياضي قوي، عجبني تصميمهم الصراحة. بص عليها من جوه برضو، انتيرير من جوه برضو بتاعها كويس جدا، ولما تركبها وتشوف الخامات بتاعتها صراحة يعني جميلة جدا وخاماتها محترمة. طبعا لسه ما نعرفش الموديلات الجديدة بالتكنولوجيا الجديدة دي هتعمل ايه في كمان 5 سنين، هل هتبقى سيارات اعتمادية زي الياباني ولا لا، ولكن لحد دلوقتي لسه يعني لحد دلوقتي الناس اللي اشترتها بتشكر فيها. تعالوا بقى برضو بص، دي برستيج نفس الكلام، 2000 سي سي، 45,000 دولار، سعرها برضو 48,300، 48,300 للجي 70. دي نفس الكلام. تعالوا نبصوا على الجي في 80، جي في 80 او 80، طبعا لما تشوفها على الحقيقة وحش، كبيرة جدا وشكلها فخم جدا، يعني لو انت جيت تقول لحد ان دي شركة هيونداي هي اللي مصنعاها مش هيصدقك، ولكن طبعا شركة هيونداي جايبة احسن مصممين، والمصمم اللي عمل العربية دي هو نفس المصمم اللي بنتلي بتستخدمه، مش فاكر اسمه بالظبط، لكن مصمم مشهور تقريبا عمل البنتيجا وعمل تصميم دي حاجة تحفة جدا. تعالوا نبص على سعرها، وانا عامل عليها ريفيو عندي كاملة، 2022 all wheel drive 3500 سي سي، بتولد 375 حصان، وسعرها 62,000 دولار و600، وبعد الادجستد ماركت فاليو عليها 6000، عليها قصدي سعرها 66,000 دولار و700، مش ضايفين عليها كتير، ضايفين عليها 3000 دولار دي او 4000 دولار بالنسبه للعربيات الثانيه. طبعا 4000 دولار اوفر برايس ده حاجه كتيره جدا، لان احنا كنا الاول بنيجي يعني السعر اللي انت شايفه على الاستيكر ده اللي هو مثلا ال 65,000 دولار ولا 66,000 دولار، ده كنت بتيجي وتاخد عليه كمان ديسكاونت، ممكن تاخد 2000 دولار كمان ديسكاونت، 3000 دولار ديسكاونت. دلوقتي انت بتيجي تدفع على العربيه 5000 دولار على الاقل ازيد ما كنت بتدفع من حوالي سنه ونص. فزي ما انتم شايفين الوضع ما اتغيرش كتير، لسه في اوفر برايس. المهم تعالوا نكمل ونشوف حاجه تانية. تعالوا نبص برده على الكونه دي، تاخد بالك هنا كونه معمول عليها هنا ان لاين، الان لاين ده هو الفئه الرياضيه بتاعت هيونداي. اي عربيه هيونداي هتلاقي عليها ان لاين هتلاقيها نازله بشكل مختلف شويه، رياضي اكتر، زي ما انتم شايفين مثلا نازل فيها العتب اللي في الجنب ده سموها بادي سكيرت، اللبس والكتل اللي قدام دول الجنوط شويه مثلا معمولين بالاسود، شكلها رياضي اكتر، وممكن تلاقي فيها تغيير شويه في البرفورمانس بتاعتها، هورس باور اعلى شويه. وزي ما قلنا هنا الكونه هي كومباكت اس يو في، اس يو في صغيره قوي يعني بين او مش كومباكت بقى، تعتبر كروس اوفر، كروس اوفر مش كومباكت، تمام؟ ده شكلها زي ما انتم شايفين من ورا عامل لها شكل رياضي شويه بالريل ديفيوزر، الشكل اللي هو معمول ورا فيه شكل رياضي سنه كده. تعالوا نبص عليها من جوه، جوه برضو هتلاقي فيها الريد ستيتشنج اللي هو الخياطه الحمراء دي مع الجلد والخياطه الحمراء برضو، يعني شكلها رياضي شويه من جوه. تعالوا نبص على سعرها كام، بصينا هنا على السعر، او الاول هي 2020 فئه الان لاين زي ما قلنا، بتنزل بموتور 1600 سي سي تيربو، سعرها 31,500 دولار، وضايفين عليها برضو اوفر برايس سعرها 34,800، قول 35,000 دولار.
كتير برضو، كتير على العربية بالحجم ده. $35,000 للكونا ان لاين 2022، اسف التليفون كان مني.